اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا. فقره طبعا في مباراتين الاهلي وبني سويف والزمالك والشرقيه كانوا في بطوله الكاس. حصلت بعض الاخطاء التحكيميه واحنا قلنا في الصندوق ده هيكون علينا وعليكم، لكن مسابقه الكاس هتكون مختلفه شويه. لكن بعض الاراء خرجت من الجانب الاخر على راسهم الكابتن خالد الغندور بتويتا او بوست قال يا ترى بني سويف هيشتكي التحكيم للفيفا. طبعا ده بعد مباراه الاهلي وبني سويف. والحقيقه كابتن خالد طبعا هو بيسخر من فكره خطاب النادي الاهلي للفيفا، لكن الحقيقه كابتن خالد من حق اي نادي حصل قصاده اخطاء تحكيميه زي النادي الاهلي امام النجم الساحلي يشتكي للفيفا لو هو فعلا حصل قدامه اخطاء. من حق نادي زي نادي المقصه حصلت قدامه اخطاء في مباراه الزمالك وخسر المباراه اللي المفروض له ركلتين جزاء يخلوه يكسب المباراه، ممكن يشتكي للاتحاد المصري والكاف والفيفا. زي مباراه المقاولين العرب قدام الزمالك، الاتحاد قدام الزمالك، حتى نادي منية سمنود في كاس مصر قدام الزمالك، او مازيمبي قدام الزمالك، اي نادي قدام اي فريق يقدر يشتكي للكاف والفيفا. ده حقيقه اللي واصله للجميع. انا اعرف نادي، اعرف نادي يعني بيشتكي الفيفا عشان ياخد نادي القرن اللي ما هو ما اشتكاش بالمناسبه، لا على الاقل النادي الاهلي راح. هو بيقول هيشتكي. انا لما بيقع عليا ضرر وعارف ان انا وقع عليا ضرر بتجه. حضرتك بقالك 16 سنه كابتن خالد، يا كابتن خالد 16 سنه بتتكلم في قضيه نادي القرن، اتغير الكاف واتغير الفيفا وما تقدمتش باي شكوى غير شكوى على شاشات التلفزيون. بس كابتن خالد قال هنجمع المستندات، قال اللي عنده مستندات يجيبها وهنطلع كلنا مع بعض رحله واحده كده على الفيفا. هو تقريبا لسه بيجمع والرحله مش هتطلع يعني على حسب تكمل العدد. لكن يا كابتن خالد احنا عشان نكون منصفين، بالفعل في ركله جزاء واضحه نتيجه لمسه يد الكابتن ايمن اشرف في الدقيقه الثانيه لبني سويف، لكن دايما بقول لك ما تحاولش تشوف بعين واحده، لان في نفس المباراه في اخطاء تحكيميه لصالح النادي الاهلي، ومش النادي الاهلي يا كابتن خالد اللي يحتاج لمساعده تحكيميه امام نادي بني سويف. مع احترامنا الكامل لنادي بني سويف، تعالوا نطلع نشوف تعقيب الحكم الدولي السابق احمد الشناوي على اخطاء المباراه، وركله جزاء على ايمن اشرف واضحه وصريحه، لكن في الجهه الاخرى ركله جزاء للنادي الاهلي. يعني الحكم خطا خطأين، خطا لصالح النادي الاهلي وخطا ضد النادي الاهلي، والخطأين لم يؤثروا في نتيجه المباراه يا كابتن خالد، على عكس الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل لنادي الزمالك دايما تكون مؤثره في نتيجه المباراه. بس هو الفكره كلها ان ممكن نادي الزمالك يستفيد من 10 15 ماتش اخطاء تحكيميه ويجي ماتش يكون خطا تحكيمي فادح. الحق احمد سامي، الحق حسن شحاته، فاكرين جون حسن شحاته الملغي في 82؟ ونبدا نعيش على كده برغم ان موسم 82 مجاملات من اتحاد الكره ومن لجنه الحكام. ده بص اللجنه اللي كانت بتدير الدوري استقالت من كتر مجاملات محمد لطيف لنادي الزمالك. موضوع صعب جدا، واعتقد ان دايما فكره العين الواحده يا فارس، شافوا اخطاء بني سويف ما شافوش اخطاء المباريات الاخرى. ما هو العين الواحده مش كابتن خالد الغندور بس اللي شاف بيها، كابتن ايمن مشالي لاعب الزمالك السابق تقريبا كان عنده نفس العين الواحده. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. ايمن خليني اسالك على لعبت المحله وللمصري وللزمالك، اولا هل الحكم بيفرق معاه لون التيشيرت الابيض من الاحمر من الاخضر من الازرق من، ولا بالنسبه له ممكن يخاف من انديه جماهيريه؟ لا شويه بيفرق معاه شويه جماهيريه ومش جماهيريه، ولا اهلي وزمالك اكتر واي حاجه ثانيه زي لا بعض؟ لا اهلي وزمالك اكتر يعني، حتى المصري والاسماعيلي. انا كنت بلعب كنت بشوف كده. ما انا قصدي كده لانه برضه وقتها كان الجمهور بيفرق، وايام برضه ما كنت بلعب كان بيفرق معاه في ملعبك ولا بره ملعبك. والله؟ جمهورك معاك ولا لا؟ طبعا لا، يعني انت بتلعب مثلا بنلعب المحله مثلا وبنلعب في ملعبنا في غزل المحله جماهير كبيره برضه قوي اكتر من جماهير الاهلي طبعا او اكتر من جماهير الزمالك. ماشي، فبيفرق معاها طبعا، الجمهور بيفرق مع الحكم يعني. الحكم بيخاف من الجمهور؟ اكيد وبيخاف من لون التيشيرت ساعات يعني، ممكن يديك ضربه جزاء مش ضربه جزاء قوي بس عشان انت بتلعب في نادي جديد. امبارح كان في 2 ضربتين جزاء في ماتش بني سويف. والله ما شفته. ضربه جزاء ايه؟ في 2 نفس اللعيب ايمن اشرف. والله؟ جت في ايده مرتين، ما هو ضربه جزاء مش تيجي في ايدك ما اتحسبتش، والحكم كان شايفه. اكيد شايفه. يعني كابتن ايمن مشالي شاف اخطاء بني سويف، بس يا كابتن ايمن ما شفتش كوع كده ولا كده؟ يعني ما شفتش كوع طارق حامد في مباراة الشرقية، ولكن انت شفت بس اخطاء النادي الاهلي في مباراة بني سويف، وكمان شفت الاخطاء من جانب واحد ضربتين جزاء. وعجبني قوي
الاعلامي كريم خطاب بحسه الزملكاوي العالي جدا يا احمد، يعني في توجيه بس السؤال انا عايز اتكلم في طريقه، قال له انا ما شفتش الماتش، وبعد كده كلمه في حاجه جميله قوي، قال له ضربتين جزاء وهو حسابهم وهو شايفهم، يعني سؤال فيه صيغه تقريريه، يعني هو بيؤكد الواقع وفي نفس الوقت بس انا ما شفتهاش. كابتن ايمن مشالي تعمد سوء نيه الحكم، تعمد سوء وهو ما شافش اصلا. وكابتن ايمن مشالي كان مركز جدا جدا في مباراه النادي الاهلي، ما شافش فيها غير لعبتين اللي شرحنا. كابتن احمد الشناوي قال ان النادي الاهلي لو في خطا لصالح بني سويف كان في خطا بيقابله للنادي الاهلي لم يحتسب، ولكن احنا بنتكلم في حد بيشوف بعين واحده بس. احقاقا الحق في بعد كده في الحلقه الاستاذ كريم خطاب قال له بس في طرد مستحق لطارق حامد، هنرجع نتكلم في الطرد المستحق. لكن زي ما احنا لسه كابتن خالد غندور قال يا ترى بني سويف هيشتكي ولا لا، برضو الاستاذ شادي عيسى عنده على تويتر دلوقتي بيقول الكاف بيراضي الاهلي ب 10 نقاط وقت بدل الضايع في مباراة لا تعويض عن الوقت الاضافي اللي ما اتحسبش في النجم الساحلي. بص يا احمد دي ما معهوش ساعه، عشان ما نفكرش ما معهوش ساعه. لا وبعدين ده انا فايز 2-0 انا مش محتاج اصلا وقت ضيق، لكن هو الاستاذ شادي دايما بيقول انا ما اعرفش خيالي واسع ولا ضيق، فاعتقد هنا خيالك وسع قوي يا استاذ شادي. وخد نفس الرد بتاع اللي ردناه على كابتن خالد غندور، يعني يمشي معاك برضه. الواقع فارس اللي احنا بنتكلم فيها بما اننا استعرضنا مش عايزين نشوف بعين واحده واقع طارق حامد، لدرجه ان احنا بدانا نسال هو امتى هيطرد طارق حامد، خاصه هو يستحق الطرد. تعالوا نشوف مباراه الشرقيه اللي في نفس الدور في كاس مصر، بنقيم الاهلي وبنقيم الزمالك، بنقيم الاخطاء هنا والاخطاء هنا، بما انكم اتكلمتوا عن الاخطاء اللي تخص بني سويف فحابين نقول لكم طب ما تيجوا تشوفوا الاخطاء اللي تخص الشرقيه اللي عملت اصابه للاعب اللي طلع بتصريح ان هو ممكن يعمل عمليه جراحيه وطارق حامد لم يعتذر ليه. تعالوا نشوف راي التحكيم او خبراء التحكيم في الواقعه. طبعا هنا طارق حامد راح عشان يلعب الكوره، استخدم مرفق ايده في وجه لاعب الشرقيه، تمام. انا هنا مش هتكلم، طبعا هنا القرار التحكيمي في الكوره دي ركله حره مباشره وكارت احمر على طارق حامد لاستخدام الخشونه الزائده مع لعيب نادي الشرقيه، تمام. الكره دي انا يعني طبعا تحكيميا سهله جدا، كره زي دي ممكن تكلف منتخب مصر وممكن تكلف نادي الزمالك في مباراه افريقيه كارت احمر، ده كارت احمر سهل. انا كنت اتمنى ان اللعبه دي يعني هو حسبها فاول، لكن طبعا طارق حامد الكوع بالشكل ده والكره في الارض ودخل في الوش بالشكل ده، يعني انا عايز اقول ده يعني الكارت الاحمر والطرد مفيش فيه يعني ما فيهاش فصال، لعبه ما فيهاش حاجه اللي انا يعني، لكن هو انه يتجاهل حتى ان يدي انذار على الاقل ما فيش. هنا كابتن بدون مقاطعه حضرتك طارق هنا لازم يبقى عنده دروس مستفاده، يعني طارق الحقيقه يعني هو الموضوع اتكرر كتير جدا وهيدفع فرقته ثمن، لازم يبقى عنده هدوء اكتر من كده. لازم وبعدين خلي بالك على مستوى المنتخب، يعني انا عايز اقول ممكن على المستوى المحلي واحد مره واحد واحد كده، لكن على مستوى المنتخبات او على مستوى البطوله الافريقيه اللي الزمالك مشارك فيها في ابطال الانديه بعتقد ان الحاجات دي مش مش مقبوله على كل المستويات، مش يعني مش هتمر بصراحه، مش هتمر كده يعني. هو بعيدا عن اتفاق خبراء التحكيم على نقطه مهمه جدا وهي الطرد بوضوح، يمكن طارق حامد نفسه لو حكم هيحتسب على نفسه هيطرد نفسه بره الملعب، لكن في نقطه خطيره جدا كعاده تصريحات الكابتن احمد الشناوي خبير التحكيم، قال اصل الموضوع ممكن ياثر عليك في المنتخب او في المباريات الافريقيه محليا، هنا مره تمشي مره جوه لا مره بره ده اشاره واضحه جدا عن التحكيم المصري، وده يثير تساؤل كبير جدا هو امتى طارق حامد هيطرد. انا بدات احس يا فارس ان طارق حامد كاسيميرو العرب. لا كاسيميرو العرب ايه ده، احنا هنوريكم بقى الفكره، هي مش لعبه، احنا مش جايبين النهارده عشان موضوع الشرقيه خالص، انسى موضوع الشرقيه، احنا هنقدم لكم فقره عن نجم الدبليو دبليو اي، نجم الاتحاد الدولي للمصارعه الحره الذي ضل طريقه لحلبة المصارعه وانتقل لملعب كره القدم كابتن طارق حامد. نطلع نشوف مجموعه الفيديوهات دي ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم. والله العظيم انا جسمي وجعني من كميه الضرب اللي في الفيديوهات ده تلطيش، يعني انا احنا 3 دقايق ضرب، انا عايز اقول لك يعني كل ضرب ضرب. بنحضر الفيديو ده زميلنا شادي صبري قال لك طارق حامد واقف في البيت بيضرب، لا حاجه مش طبيعيه يا جماعه، احنا بنتكلم كابتن طارق حامد لاعب دولي ولاعب مؤثر ولاعب كبير، ولكن مش معقول السلوك المتكرر ده
على مدار كل الفترات اللي فاتت وخصوصا تحت حماية نادي الزمالك ما بيلاقيش أي عقاب. عارف يا كابتن شناوي، حضرتك بتقول طارق حامد لاعب جميل ولاعب جيد بس كان يستحق على الأقل إنذار. السبب الرئيسي وراء أن كابتن طارق حامد ما بيغيرش من سلوكه اللي ملهوش علاقة بكرة القدم ده في تعمد إزاء اللاعبين بالمرفق، هو أن حضرتك في كل مرة في تحليلك بتقول لاعب دولي، لاعب جميل، لاعب جيد، بس العنف يعني كان ممكن يستحق الطرد بس هو أخد إنذار. لا، حضرتك دورك كحكم سابق لك تاريخك أنك توجه رسالة للاعب في كل مرة. كابتن طارق حامد يا حكام بيتعمد تكرار السلوك ده بنفس الشكل، فلازم منكم يكون التعامل معاه بالبطاقات الحمراء عشان يتوقف عن هذه العادة السيئة. مش معقول اللي شفناه في الفيديوهات المتكررة دي واللاعب بيحافظ على نفس طريقته لدرجة انه هو في مرة هيتسبب للاعب بإزاء. كابتن طارق حامد مرة حتى زميله سجل هدف في المنتخب وهو بيحتفل عوره، حتى بتجهد يعني الزمالك اصلا جداً. علقت على الموضوع ده، والحقيقة فعلا عادة سيئة. وانت بتوجه رسالة الكابتن احمد الشناوي، انا بوجه رسالتي للحكام التحكيم المصري. موسم 2014-2015 صنعته من كل لمسة لباسم مرسي ركلة جزاء، فبقى باسم مرسي اول ما يدخل يشوف خط الجزاء منطقة الجزاء يقع، خلاص بقى عارف ان هياخد ركلة جزاء. انتوا بقالكم 4 سنين طرد واحد لطارق حامد في مباراة المقاولين، الحكم ابراهيم نور الدين كان عامل تمثيلية رابط دماغه ومتعور ومصاب، وعز جدا على الكابتن ابراهيم نور الدين ان هو طرد طارق حامد، فمنح الزمالك ركله جزاء في الدقيقه 92 ما فيهاش اي ركله جزاء، وقدر ديودار يسجل هدف الفوز للزمالك. فرساله الحكام، انت اللي بتضر لاعبي مصر بعدم حمايتهم، لابد من حمايه لاعبي مصر ومنح كل فريق حقه، ولابد كمان من الحفاظ على لاعب بقيمه طارق حامد، لان انت لما تديه طرد هيتعلم المره الجايه ان هو يبتعد عن الخشونه ويركز في لعب الكوره، فاكيد ده هيقوم سلوك طارق حامد ويبطل العاده السيئه زي ما قال الكابتن احمد شوبير. لكن عشان اجابه سؤال، هو ليه طارق حامد مش بيطرد اللي في موسم اخير مع سموحه طرد 4 مرات وفي 4 مواسم مع الزمالك طرد مره؟ الاجابه هتكون عند الكابتن احمد عيد عبد الملك. مجنناك الحته بتاعت ان وانا لابس الفانيلا البيضاء تلاقي فانيلا ثانيه. طبعا كان بيقول لك ايه بقى؟ السنه اللي فاتت كابتن احمد خدت 3 انذارات بمزاجي عشان اريح في الزمالك. في الزمالك السنه دي واخد حوالي 8 منهم 2 طرد بقى مش بمزاجي غصب عني. الشيط البيضاء ما كانش في حد يقدر الاحمر ده ما. انا بقولها للحكام وقلت لكذا حكم السنه دي في الماتشات، في الماتشات اللي كنت باخد فيها انذارات. انت السنه اللي فاتت ما كنتش بتقدر تتكلم معايا كده، انت بتقول له كده؟ كنت بقول له عايز يسيبك؟ لا، بس بعد ما بيديني. هو ده السبب اللي قاله الكابتن احمد عيد عبد الملك الزملكاوي اللي كان يتمنى اللعب للنادي الاهلي. هو ده السبب، بيتكلم الحكام بيقولوا انت ما كنتش تجرؤ تعمل كده معايا وانا في الزمالك، انا خدت 3 انذارات في الزمالك عشان اريح. ده الكابتن احمد عيد عبد الملك، واعتقد ما عارفين مدى زملكاويته واللي بيحصل على السوشيال ميديا خلاله، اعتقد رايه واضح وصريح جدا. زي ما اتقال كده الكابتن رضا عبد العال قبل كده، الحكم يقول له ارمي نفسك وانا هديك ركله جزاء جوه ال 18. موضوع صعب جدا، وده اجابه السؤال. نتمنى من التحكيم المصري ما يميزش الوان سواء اهلي او زمالك، مفيش تمييز لالوان، اللاعب المخطئ يعاقب. وبالمناسبه عشان ما حدش يطلع يقول ان قناه النادي الاهلي بتتناول قضايا تخص نادي الزمالك، لا، ده موضوع قلنا قبل كده احنا بنتناول لا نتطاول، وقلنا ان احنا تحت مظله مسابقه واحده، في مسابقه بالظبط، مسابقه واحده، فلازم من حق الجميع يتكلم. زي انت بالظبط ما بدات الكلام وقلت هو تليفونات بني سويف ما بيشتكيش ليه، زي ما الكابتن شادي عيسى دلوقتي بيقول هو الهلال السوداني كده من حقه زي اشمعنى الاهلي يقدم احتجاج للفيفا عشان 10 دقائق وتضيع. فانت بما انك بتتناول فاحنا هنا بنرد، بس بنرد بما يليق بالنادي الاهلي وبدون تجاوز وباحترام تام للمنافس واحترام تام لكل لعيب المنافسين، لكن احنا بنرصد حالات واضحه وصريحه. بالظبط، انت هيبقى عندك اساطير في النادي الاهلي كل تاريخهم في انذار او انذارين، وعندك طارق حامد بيتعمد ازاء بعض اللاعبين، ودي كانت رساله والله العظيم فيها جزء كبير جدا من الامانه عليه هو، عشان لما يسيب في مسيرته حاجه ما يسيبش تصريح للاعب كان بيقول ان انا هاجري عمليه جراحيه بسبب ازاء اللاعب اللي حتى ما اعتذرليش. في نهاية حلقتنا ونهاية رحلتنا معاكم، تاريخ النادي الأهلي خط أحمر، مش بس عشان لون تيشيرته ولا عشان علم
النادي الأهلي بالخط الأحمر، ولكن عشان بالنسبة لجمهوره خط أحمر ممنوع المساس بيه. نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي خط أحمر.